اعتبار لكرامة الأستاذ وتقديم اعتذار رسمي من طرف الحكومة لكل ما تلك الخرجات الإعلامية للوزارات المسؤولة والوصية عن قطاع التربية والتعليم. نقول للحكومة الممثلة في الأغلبية، شعارك اللي هو شعار السيد وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني، ملي قال لنا السيد وليد الركراكي نديروا النية، فالسيد كان يشتغل في صمت، وأعتقد بأن هذا السيد هو بريء من تصريحات أغلبية الحكومية، لأنه ملي كنقولوا ديروا النية معناه أنه يجب أن تكون للإنسان تلك القدرة على الفاعلية والإنتاج، وأن ننزل إلى أرض الواقع لنعرف هموم هذه الشغيلة التعليمية، ولماذا تخرج اليوم في تلك الاحتجاجات وفي تلك المسيرات. عندما نتحدث عن مسيرة سبعة نوفمبر، مسيرة بكل المقاييس تنم أنواع الشغيلة التعليمية وعن كفاءتها وقدرتها العالية بشهادة المواطنين. الحكومة في برجها العاجي لا تريد التنازل ولا تريد النزول. نحن لا نريد لي يد الحكومة أو الدولة. الدولة لا يمثلها أشخاص بعينهم، الدولة يمثلها الشعب، الدولة تمثلها مؤسسات الدولة، ومن بين مؤسسات الدولة نتحدث عن القطاع، قطاع التربية والتعليم. وعندما نريد القول أو عندما نقول التربية والتعليم، معناه أننا نحن كأساتذة ليست وظيفتنا أن نكون في الشارع، ولكن وظيفتنا الأساسية هو أن نوجد أو نتواجد في أقسامنا، في فصولنا الدراسية مع تلامذتنا الذين لا يمكن لأحد أن يتزايد علينا في محبتهم وفي إخلاصنا وفي تفانينا لأبناء وطننا. النية التي نتحدث عنها هي نية تكون مزدوجة الأطراف، نية متبادلة. لا يمكن للوزارة ولا يمكن للحكومة أن تقوم بلي ذراعنا. ونوجه الخطاب لكل المسؤولين من خلال قولهم ديروا النية رجعوا للأقسام، هذا اعتبروه هجوما ممنهجا على رجال ونساء التعليم عن طريق مكالبة المواطنين وأولياء وتلامذتنا علينا. إن تلامذتنا على درجة من الوعي وفهم مزيان ما معنى أن يكون الأستاذ أستاذا وما معنى أن يكون المربي مربيا. لذلك رسالتنا واضحة، إلا بغينا نديروا النية أقول للوزارة الوصية، سنوات مررنا بسنوات إيجاف ونحن ننتظر ما سيولد به هذا النظام وما سيتمخض عليه، فإذا به تمخض عنه فأرون. فأرون تمثل في ذلك النظام الأساسي المشؤوم بمختلف عقوباته التي تخص فقط وتستهدف رجال وأطر التعليم، وتلك الساعات الغير محددة في قانون الوظيفة العمومية، وهذا غير معقول. إذن على الوزارة، على الحكومة المعنية بالأمر أنها تدير معنا هي النية وتفعل هذه النية في أرض الواقع، وتقول لنا في خرجات إعلامية ديالها بأنها سحبات هذا النظام الأساسي، وبأننا سنعيد بلورته مع مختلف الفاعلين الموجودين في الميدان والذين يمثلون الشغيلة التعليمية. آنذاك يمكننا أن نعود إلى صفوفنا الدراسية وإلى تلامذتنا. عكس ذلك سيسجل علينا التاريخ بأننا أناس لم نحترم الكرامة الإنسانية وقبلنا بكل انتهازية ببنود ومضامين هذا النظام المشؤوم الذي أريد لنا به أن نكون عبيدا في دولة الحق والقانون.